هنالك العديد من الأشياء الموجودة في عالمنا والتي لا نعلم الغرض الحقيقي من استخدامها، ومن بينهم الصخور التي توجد على قضبان السكك الحديدية أو الثقوب الموجودة في زجاج نوافذ الطائرات. أهلاً بكم في أعرف. اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم الهدف الحقيقي لهذه الأشياء، لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. عجلة القيادة في القطار. لو تمكنت في يوم من الأيام للنظر إلى داخل الكابينة التي يجلس بها سائق القطار، سترى أمامه عجلة قيادة. المعروف أنها موجودة داخل العربات والشاحنات والحافلات التي تسير على الطريق حتى يتمكن السائق من الانعطاف يميناً ويساراً، ولكن وجودها في عربة القطار لا يعني أنك تستخدمها حتى تنعطف بالقطار يميناً ويساراً، ولكن الهدف الحقيقي لها هو زيادة أو تقليل السرعة. ولكن هذا الشيء كان موجوداً في القطارات القديمة فقط، والآن موجود في القطارات الحديثة. يد هي ما تمكن القائد من التحكم في السرعة بكل سهولة. الصخور الموجودة على قضبان السكك الحديدية. القطارات وزنها ثقيل جداً، وهذا ما يجعل المهندسون في حاجة كبيرة إلى استخدام حديد من نوع صلب حتى يقاوم هذه الضغوطات، ولهذا فكروا في وضع الصخور جانب القضيب حتى يتمكن من توزيع الضغط الناتج عليه وحتى لا يسبب أي مشاكل، بالإضافة إلى أن عوامل الطقس والمناخ من الأشياء التي يجب أن نراعيها عند مد خطوط السكك الحديدية، لأنه حينما تتساقط قطرات المياه من الأمطار تمر من الثغرات والفجوات الموجودة بين الصخور، وهذا ما لا يجعل الأرض تصبح رطبة ويسبب في انهيار السكة الحديدية بالكامل. نافذة بالقرب من الباب. في منتصف القرن العشرين كانت توجد عادة تتمثل في القيام بعمل نافذة بجانب الباب، وعلى عكس ما تظن لم تكن بغرض استقبال الرسائل البريدية. في هذه الفترة لم تكن هنالك المواد الحافظة التي تجعلنا قادرين على الحفاظ على بعض المنتجات مثل الخبز والألبان لفترة طويلة، ولكن يومياً كان يتم إرسال الخبز واللبن من خلال هذا الباب في كل صباح لصعوبة حفظه لفترة طويلة. ومع تقدم وتطور التكنولوجيا لم يعد هنالك أي غرض لهذا الباب، لهذا توقف البناؤون عن تصميمه. ثقب في نافذة الطائرة. لو تمكنت في يوم من الأيام من ركوب الطائرة وتمكنت أيضاً من الجلوس بالقرب من النافذة، ستجد أن الزجاج به ثقب غريب سيجعلك تتساءل عن سبب وجوده. السبب الأساسي لهذا الشيء هو ضغط الهواء، حيث إنه كلما ارتفعت الطائرة أعلى كلما اختلف الضغط الناتج داخل الطائرة عن الضغط خارجها، ولهذا يتم تصنيع نافذة الطائرة من ثلاث طبقات من الزجاج، وتحتوي الطبقة التي في المنتصف على هذا الثقب حتى تتمكن من توازن الضغط داخل الطائرة وخارجها ولا يسبب هذا في تحطم الزجاج وانهيار وسقوط الطائرة. أداة المطبخ. في يوم من الأيام تمكن أحد الأشخاص من المكوث في منزل قديم يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ووجد فيه هذه الأداة التي لم يتمكن من معرفة غرضها، واتضح أنها تستخدم من أجل فتح غطاء العبوات الزجاجية والتي يعاني الكثير حتى يتمكنوا من القيام بفتح غطائها. العجلة الدوارة. في الشوارع القديمة ربما أنك تجد أمامك عجلة دوارة موجودة على الأرض ومثبتة بطريقة غريبة دون أن تعرف السبب الذي جعلها موجودة في هذا المكان. السبب في ذلك هو أنه قديماً كان الناس يستخدمون الترام، ونتيجة لأنه كبير الحجم ومن الصعب أن يلتفت حتى يتمكن من الذهاب في الاتجاه الآخر،
كان الخبراء يقومون بوضع هذه العجلة الدوارة حتى تعمل على لفه للاتجاه المعاكس بكل سهولة، وهذه الطريقة يستخدمها صاحبو معارض السيارات حتى يتمكنوا من عرض السيارة للمشاهدين وهم يقفون في نفس مكانهم. أدوات منضدة الطعام. قديماً كان يعاني الناس كثيراً حتى يتمكنوا من تناول وجبة المعكرونة الإسباغيتي، ولهذا حاولوا استخدام مثل هذه الأدوات حتى يتمكنوا من تناول الوجبة بكل سهولة ودون أي عناء. أربطة الأكمام. في القرن التاسع عشر كانت ملابس الرجال تتمثل في القميص والبنطلون، ولهذا قاموا باختراع شيء يمكنهم من ربط الأكمام حول ذراعهم حتى تضيف للملابس منظراً لائقاً. ولكن الآن مع اختلاف الأزمنة واختلاف الأزياء لم يعد هنالك أي غرض لاستخدام مثل هذه الأربطة من جديد. ملعقة عصر الفواكه. تستخدم هذه الملعقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقوم الشخص بوضع الثمرة في هذا المكان ومن ثم يتمكن من عصرها حتى يحولها إلى مشروب صافٍ، حيث يتم تصفيتها هي الأخرى في هذه المصفاة الموجودة مع الملعقة. خطوط الكهرباء. هل لاحظت من قبل أن خطوط الكهرباء من الممكن أن تنحني وتتدلى في الهواء؟ السبب الأساسي لهذا الشيء هو أن أسلاك الكهرباء الرئيسية تتكون من النحاس والألومنيوم، وهما يتمددان بالحرارة، وهذا ما يجعلهم يتعرضون للانحناء والتدلي بهذه الطريقة. ولهذا يسعى البعض من المهندسين إلى تغطية الأسلاك بهذا الشكل حتى يتجنبوا تلفهم. ما هو أكثر شيء أصابك بالدهشة حينما علمت غرضه الحقيقي اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.